يفترض من المدافع أن يصبر في استقطاع الكرة، بالتالي اندفع في لجسم اللاعب وحصل ضربة جزاء. الحقيقة يعني احنا نشوف الموقف هذا واحد ضد واحد دائما يصارح المنتخب اللبناني في الهدف الثالث وإمكانية اللاعب. طبعا شوف الفروقات بين الجسمانية، سجل هدف جميل. احنا نشوف نقول ان المنتخب اللبناني اذا لعب بهذه الطريقه امام المنتخب الكويتي او المنتخب الهندي او اعتقد ما اعتقد انه راح يحقق نتائج نفس هذا المستوى. حقيقه الفريق يعتمد دائما على الاطراف على الجناحين، لكن العمق الدفاعي عنده ضعيف، لم يختبر حارس المرمى اعتقد.